قصة حزينة ومؤلمة جدا جدا، والله تبكي عصي الدمع، يعني لو ما عندكش دموع هتبكيك، بس اسمعها للآخر. يقول راوي القصة: سافرت في مهمة لمدة 3 أيام، وبعد أن وصلت للدولة الأخرى اتصلت لأطمئن على زوجتي وابني، فأنا لم أتعود فراقهم وهم لم يتعودوا غيابي، ولكن للأسف لم يرد على مكالماتي أحد، ومضت 3 أيام وهاتفي لم يفارق يدي. كنت أتصل كل ربع ساعة أو كل نصف ساعة بدون مبالغة ولا أجد جوابا. جن جنوني، فاتصلت بأخي وأختي ليطمئنوني على أحوال أسرتي الصغيرة، فطمأنوني ولكن لم أصدقهم. فاتصلت بأم زوجتي أو عمتي فطمأنتني وأخبرتها أنني أنتظر اتصالهم، وطال انتظاري ولكن لم يتصل أحد. مرت الأيام الثلاثة وكأنها 3 شهور طويلة، وأنا في داخلي أفور من الغضب حينا وحينا، أتساءل متعجبا ما السبب في عدم الرد، وحينا يوسوس لي الشيطان وساوس مرعبة. مرت الأيام ورجعت إلى بلدي، وما إن وطأت قدمي أرض الوطن طرت مسرعا إلى بيتي من شدة الخوف، وأخذت أطرق الباب بيدي حينا وبالجرس أخرى، حتى فتحت لي زوجتي الباب، ويا لشدة المفاجأة التي رأيتها، ضربتني في مقتل. فقد استقبلتني وهي في كامل زينتها وأناقتها، واستقبلتني بكامل السرور والفرح، ومن وراءها طفلي يركض فرحا ويرقص فرحا ويقوم باحتضاني، وأنا كالمخدر لا أعرف ما السبب. اسمع للآخر. وسرعان ما حل الغضب بي محل الدهشة، وسألت زوجتي ما السبب في عدم الرد، وهذا التجاهل، فقد كدت أقطع سفري وأسرع بالعودة لأن الظنون كانت تأخذني يمنى ويسرى. اسمع الحتة اللي جاية دي. فأجابت زوجتي بكل هدوء: هل اتصلت بوالدتك؟ فرددت عليها وأنا لم أفهم شيئا، فقلت لها: لا، ولكني اتصلت بوالدتك كي أطمئن عليكم. قالت: وقد أصابتني في مقتل، رأيت كيف كان شعور قلبك في هذه الأيام، هو نفسه شعور والدتك حين تنسى الاتصال بها بالأيام ولا تسمع صوتها إلا حين تبادر هي بالاتصال بك، بعد أن يغلبها الشوق ويجرفها الحنين وتأخذها الوساوس حين يطول غيابك. حاولت كثيرا تنبيهك ولكن دون فائدة، فلم أجد أفضل من هذه الطريقة لأوصل لك الرسالة يا زوجي العزيز. فطأطأت رأسي خجلا من زوجتي الكبيرة عقلا والصغيرة عمرا، وقد فهمت الدرس جيدا، فوجدتها تعطيني مفاتيح سيارتي وتهمس في أذني وتقول لي: اذهب إلى جنتك، أي أمك. وانطلقت إلى حبيبتي الأولى أمي، بعد أن علمتني زوجتي الحكيمة درسا لن أنساه مدى الحياة، وأنا ممتن لها لأنها جعلتني أتدارك نفسي والأيام قبل أن أندم، وحينها لا ينفع الندم. شكرا لهذه الزوجة الحكيمة الزكية، شكرا لأمها التي ربتها وأحسنت تربيتها، شكرا لأمي التي أحسنت اختيارها لي، وشكرا وحمدا لله الذي أيقظني من غفلتي. أمي وأمهاتكم جنتنا في الدنيا، لا تنسوهم أبدا مهما حدث.